ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وتقضيها في وقت آخر؟ الجواب لا يجوز ذلك، والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضا. نعم، لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب إلى الترك. نعم، ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها، لأن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها. نعم، الواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه، ولا يفوت ولا يفوت ولن يفوتها شيء من مقصودها بالنكاح. نعم، أحسنت.